مشاهدينا الكرام سلام الله عليكم ورحمه تعالى وبركاته سعيد بلقائكم في عدد جديد من حوارات الثقافيه المتعلقه بفعاليات المعرض الدولي للكتاب والنشر في دورته التاسعة والعشرين يسعدني بل يشرفني ان استضيف لكم السيده لطيفه مفتخر مندوبه المعرض أستاذة لطيفه مساء الخير مساء النور وشكرا الاخ محسن على هذه الاستضافه وشكرا لقناه الثقافيه على المواكبه المهمه لهذا الحدث الثقافي المهم طيب هذا جزء من الواجب الثقافي المنوط بقناه الثقافيه. أولا تدرجت في العديد من المسؤوليات المتعلقة بالثقافة، أولا كرئيسة لقسم التعاون، مديرة جهوية لجهة الرباط سلا القنيطرة، مديرة للكتاب والخزانات والمحفوظات، والمديرة بالنيابة للمكتبة الوطنية. أستاذة لطيفة مرحبا. شكرا. طيب في الواقع لأنه على أنه باش كنتحدثوا على المعرض الدولي للكتاب فإننا نتحدث عن ثقافة مغربية أصيلة. أولا المعرض في دورته التاسعة والعشرين بمعنى اشاره كما قال يعني السيد الوزير في افتتاحه على انه سن النضج الثقافي المتعلق بالمعرض خاصه على مستوى يعني النشر والتوزيع بطبيعه الحال السؤال الذي يطرح الان في اطار تقييم اولي في اعتقادك الخاص يعني واش انتم راضيين على مستوى النتيجه والاداء؟ في الحقيقة تقييمنا جد إيجابي وكما لاحظتم معنا من خلال مواكبتكم لهذه الدورة، يعني كانت دورة ناجحة على جميع المستويات. سواء على المستوى التنظيمي أو على مستوى البرامج التي كانت مقدمة أو على مستوى العرض الوثائقي كذلك. كان هناك يعني إقبال كبير من من طرف الزوار وسجلنا انطباعات إيجابية من طرف الزوار، كما سجلنا كذلك بعض الملاحظات اللي كيعطوها لنا بعض الصور كذلك لتطوير المعرض في نسخه المقبله ولكن بالاجمال يعني هي كانت نخ يعني دوره مميزه على جميع المستويات صحيح. نعم طيب ربما يلاحظ خاصه على مستوى التنشيط الثقافي هناك إطار العديد من المواضيع ذات الراهنيه والاهميه مفهوم الدوله الثقافيه التنميه المستدامه والرهان الثقافه اعتقادك الخاص شنو هي اولا او نعرفه من خلالك من خلال تفكيك الموضوع كيف تقوم يعني الوزارة وإدارة المعرض بالدرجة الأولى بتحديد خصوصيات العمل في إدارة هذه المواضيع خاصة على أنها مواضيع ذات راهنية اولا غير التوضيح اننا دائما يطرح علينا السؤال ما هي تيمه المعرض احنا كانت الاجابه ديالنا خلال هذه السنوات ثلاث سنوات الاخيره واستراتيجيه يعني الخطه ديالنا للعمل في في التنظيم ديال هذا المعرض انه لا نختار للمعرض تيمه معينه المعرض هنا لي يعني يشمل العديد من المواضيع لانه الكتاب ماشي ما منحصرش في واحد تيمه معينه كاين ترجمه كاين كيطرق كذلك كاين الروايه، كاين الاقتصاد، كاين القانون، كاين الكتاب الديني، يعني الكتاب يتطرق ويشمل العديد من المواضيع. إذا كانت المنهجيه ديالنا العمل هو يعني أننا نفتحوا على جميع المواضيع. لذلك الاستعداد المعرض هو يعني كيطلب واحد المجهود كبير، كنبداو الشغال واحد تسع شهور قبل قبل بداية المعرض، هناك لجنة علمية متخصصة اللي مكونة يعني من مفكرين وأدباء مغاربة كبار واللي كنحاولوا في طريقتنا للاشتغال معهم كان اولا كنوضعوا واحد الخطه ديال العمل واحد الورقه آه، اللي كنحاولوا من خلالها اننا نطرقوا لجميع المواضيع، اولا المواضيع الخاصه بالفكر، الادب، كما قلت المواضيع ذات الراهنيه، اللقاءات المهنيه لان هذا كيبقى بالاساس يعني آه لقاء مهني ويهم المهنيين، آه كذلك هناك آه انفتاح على مواضيع جديده بحال المواضيع الخاصه بالبيئه، المحافظه البيئة المواضيع الخاصة بالشباب يعني كان حاولوا في, يعني في التصور ديالنا أننا نطرقوا جميع المواضيع لاستهداف واستقطاب جميع الفئات صحيح طيب ربما فتحت لي الشاهية اللي طرحت السؤال بطريقة أخرى لاحظنا هذه هد السنة إقبال يعني استثنائي خاصة على مستوى الزوار من مختلف يعني مدن المغرب واش كتوفروا على أرقام أولية ما العلم على أن البلاغ كيف ما شفتوا خاصة على مستوى البلاغ الأولي أن ثلاثة الأيام الأولى كانت نتائج جد ايجابيه <applause> يعني كيف ما سبق وقلت لك الاخ محسن انه كان اقبال كبير هاد السنه اللي سجلنا هو تزايد بالمقارنه مع السنه الفائته تزايد عدد الزوار بنسبه 40% مم. كذلك هناك اقبال كذلك على اروقه البيع يعني حنا كنديروا زيارات ميدانيه كل يوم كنشوفوا الناشرين كنسجلوا الانطباعات ديالهم كنشوفوا نوعيه الكتب يعني اللي اللي كي كيطلبوها القراء لان هذا كيساعدنا اولا في تحضير واحد يعني القائمه ديال العارضين الكتب اللي عليها اقبال ما يهم الشباب ما يهم يعني جميع الفئات الاخرى يعني هذا العام كان تزايد كبير اولا العدد الزوار كذلك كان تنوع كبير في 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 الرصيد الوثائقي وكان اهتمام بجميع الكتب يعني بجميع الانواع ديال الكتب من الاداب الروايه القصه كتاب الطيف الكتاب الديني يعني سجلنا انه جميع الناشرين كلهم يعني يعني افادونا بانه كان هناك عدد المبيعات كان مهم جدا طيب ضيف الدوره اليونسكو اولا بطبيعه الحال شريك استراتيجي بالنسبه للمغرب خاصه على مستوى الترويج الثقافي والفكري بشكل عام ضيف استثنائي بطبيعه الحال كمنظمه دوليه تقدر المغرب على مستوى التراث على مستوى الثقافه يعني كيف تم اختيار هذه المنظمه لتكون ضيفا شرفيا مع العلم على انه في الدورات السابقه كانت هناك دول وليس منظمه دوليه الفكره بدات يعني منذ سنوات يعني حنا كنا حاولنا اننا نستقبل منظمه يعني هي فكره معتمده في بعض الدول الاجنبيه ولكن اول مره كتكون يعني على الصعيد العالمي العربي يعني استقبال منظمه دوليه في معرض دولي للكتاب آه يعني الفكره لقات واحد الاستحسان من طرف المنظمه اليونسكو آه وكذلك احنا اعتبرناها كتثمين العلاقات كيف ما قلتي الايجابيه والمثمره ما بين هذه المنظمه والمغرب وكذلك يعني تكريس يعني الدعم ديالها المتواصل الجهود اللي كتبدلها المملكه المغربيه من اجل الحفاظ على الموروث الثقافي المادي واللامادي آه كذلك اختيار المنظمه كان يعني اختيار غنقول يعني استراتيجي لانه المنظمه كتشتغل على العديد من المواضيع يعني الحفاظ على التراث كتشتغل على الثقافه كتشتغل على التعليم كتشتغل على ال... كتستم كذلك بالجانب العلمي هي يعني مؤسسه علميه وبحثيه بامتياز نعم طيب نفكك يعني الموضوع بصيغه اخرى والامر يتعلق اساسا بطبيعه يعني او الكتب التي تم يعني بيعها على مستوى المعرض اولا يلاحظ بالدرجه الاولى على ان هناك تصور جديد لمستوى سوق الكتاب بالدرجه الاولى طبيعة الحال الروايه انا من خلال زيارتي للمجموعة من من المتعلقه بالعارضين يتحدثون على ان الروايه منقذه المبيعات في حين على ان الشباب يتحدثون على ان اللغات الاجنبيه وفي مقدمتها اللغه الانجليزيه على انها ايضا منقذه المبيعات يعني هل كانت يعني اداره المعرض واعيه بهذا التحول الفكري والثقافي الواقع على مستوى المبيعات هو في الحقيقه وعي احنا من خلال من خلال هذه الدوره يعني صراحه مفاجاه هذه الدوره كان هو الاقبال الكبير للشباب على على الروايه السنه السنه الفارطه سجلنا هنا. هناك اقبال كبير من طرف الشباب على الروايات المكتوبه باللغه الانجليزيه، يعني كان يعني هذا اول انطباع. او اول مؤشر، ولكن هذه السنه الاقبال على الروايه باللغه العربيه اقبال كبير، يعني آه هذا غير لنا شويه ذاك المفاهيم الخاطئه بانه الشباب لا يقرا، الشباب لا يهتم بالكتاب، الشباب يهتم بالكتاب يعني الاجنبي اكثر من الكتاب يعني المغربي او العربي، لا يعني بالعكس يعني. هذه الدورة اثبتت بانها الشباب يقرا والشباب يحب القراءة باللغة العربية والشباب يعني يهتم الكتاب بجميع انواعه واصنافه. نعم، طيب سؤال اخر هو متعلق ببعد اقتصادي بالدرجة الأولى أو ما يمكن أن نسميه باقتصاديات المبيعات. أولا الناشرين شريك استراتيجي بالدرجة الأولى. أولا ملاحظة يعني يجب أن تقال وأنا من واجبي أن ننقل لك هذه المعلومة. هل تتدخلون يعني فيما يخص ثمن او اثمنه المبيعات ام ان الامر يدخل في اطار السوق الاقتصادي المتعلق بان الناشرين احرار في المبيعات؟ فيما يخص سؤالك حول ميثاق العارضين قانون المعرض يفرض انه على يفرض على جميع العارضين ان يطبق يعني تخفيضات للزوار يعني هذا معمول به في جميع المعارض وحنا كذلك كنعتمدوه في القانون المعرض. طيب استاذه لطيفه من جانب اخر الامر يتعلق بالناشر الشريك استراتيجي بالنسبه للوزاره الثقافه خاصه على مستوى النشر والتوزيع ثقافه المعارض يعني هو ثقافه قديمه في المغرب ايضا على المستوى الدولي حضور المغرب بشكل قوي في اعتقادك الخاص هل تتوفر الوزاره على تصور لدعم الناشرين من اجل ترويج الثقافه المغربيه الوزارة منذ سنة 2014 لها سياسة لدعم مقاولات النشر. هناك ميزانية سنوية مخصصة لدعم قطاع النشر بالمغرب. 11 مليون درهم تخصص سنويا لتمويل نشر الكتب، لتمويل تواجد الناشرين في المعارض الدولية، لكذلك تمويل المجلات الالكترونية والورقية، لتمويل مكتبات البيع، هناك أيضا تمويل خاص بالجمعيات التي تقوم يعني بورشات تحسيسية لتقريب من من القراءة يعني المواكبة دائما والوزارة مستمرة في هذه الاستراتيجية ديالها لأن هذه الاستراتيجية من تقييم اللي, اللي عملناه من 2014 هي استراتيجية يعني أعطت الأكل ديالها واستراتيجية هامة لأن من تلاقا من هذه الاستراتيجية استطعنا أولا نخلق دور نشر جديدة استطعنا كذلك أننا نثبتوا الحضور ديالنا في المعارض الدولية من خلال الدعم اللي كان قدموه الناشرين المغاربة للح حضور في المعارض الدوليه حيث تمول الوزاره تقريبا 70% من حضور الناشرين في المعارض العربيه والدوليه يعني قدرنا اننا اولا نثبتوا الوجود ديال الكتاب المغربي خارج المغرب يعني في جميع المعارض العربيه والدوليه. طيب استاذه لطيفه اتفهم على انك مشغوله جدا ما ناخذوش من وقتك بزاف اخر سؤال متعلق بالقراءه والمقروئيه في ظل التحول الرقمي في ظل ايضا التحديات التي يقوم بها المعرض من اجل الترويج الثقافي المغربي الان هل انت والوزاره معا طبيعة الحال راضيه على مستوى هذا الامر؟ انا غادي نعاود نستعمل المقوله ديال الاستاذ احمد المديني اللي كتبها في واحد المقال ديالو في الجريده النهار هذا معرض شباب والامل هذا المعرض بيلينا بان هناك اقبال على الكتاب ان الكتاب لا زالت له مكانته الخاصه لدى الشباب لدى الاطفال هناك امل ل... ل... احنا لسنا ضد يعني التحول ولا الرقمنه ولا هذا ولا التطور التكنولوجي ولكن نحن من واجبنا اننا نواكب هذا التطور نشجعوا الاطفال على القراءه الحوابل يعني متنوعه يقدر يكون حامل ورقي يقدر يكون حامل الكتروني ولكن الاساس يبقى هو القراءه نعم هذا أكيد. هو الهدف النبيل اللي نساعده من خلال هذا المعارض من خلال الانشطه اللي ننظمه يعني الهدف هو اننا نخليو الطفل يعني الاحساس بانه القراءه كتساهم في التكوين ديالو القراءه يعني آه مهمه آه بالنسبه لهم. طيب استاذه لطيفه كل الشكر على استقبال فريق داخل هذا المعرض كل شكر شكرا لكم مرحبا مشاهدينا الكرام الى هنا تنتهي حلقه اليوم دامت لكم الابتسامه دامت لكم متعه الثقافه الى اللقاء